الله ربي ولا أشرك به أحدا، تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي لا أشرك به أحدا، تبارك الله تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله عوني، الله عوني وحصني في الكروب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. ولقد رجوتك يا ولقد رجوناك يا جليس الذاكرين، ولقد رجوناك يا عظيم المن يا كثير الخير يا واسع العطاء. ولقد رجوتك يا مولى الأنام أغث، أغث يا غوثا، أغث عبدا فقيرا، أغث يا غوثا، أغث يا دركا، أغث عبدا، أغث عبدا فقيرا. ولقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا على باب الرجاء قعدا، يرجو القبول، يرجو القبول، نرجو القبول يا رب، نرجو القبول، 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 القبول يا رب. يا أغنى الأغنياء عنا، ونحن أفقر الفقراء إليك. يرجو القبول وحسن الظن يصحبه، وحسن الظن يصحبه، فافتح له يا رب، فافتح له يا رب، فافتح له واجزه بالخير ما قصدا.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على ذكره، الحمد لله الذي أدخلنا بيتا من بيوته، الحمد لله الذي أقامنا بين يديه، الحمد لله الذي علمنا كيف نذكره، الحمد لله الذي علمنا كيف ندعوه، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة بيوت الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك المنة، اللهم لك العطاء، اللهم لك الفضل. اللهم نحمدك أذنت لنا أن ندخل بيوتك. اللهم لك الحمد جمعتنا مع صالح خلقك. الحمد لله، الشكر لله، الفضل لله، المنة لله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. مولانا رب العالمين، اللهم بعد أن أدخلتنا بيوتك لا تخرجنا منها، اللهم بعد أن أذنت لنا بذكرك لا تمنعنا عنه، اللهم بعد إذ أوقفتنا بين يديك لا تحجبنا عن الوقوف بين يديك، اللهم بعد أن جمعتنا مع صالح خلقك لا تقطعنا عنهم، اللهم بعد أن ألهمتنا ذكرك لا تنسنا ذكرك، اللهم بعد أن أذقتنا لذة مناجاتك لا تحرمنا منها. يا كريم يا كريم يا كريم يا واجد يا ماجد، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، لا تزل نعمة أنعمت بها علينا. عرفنا نعمك بدوامها، لا تدلنا عليها بزوالها، لا تدلنا عليها بزوالها، لا تدلنا عليها بزوالها. مولانا رب العالمين، اللهم اجعل أفضل صلواتك وعطر تحياتك وأزكى تبريكاتك وأعلى مقاماتك وخير سلاماتك لخير مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ما أحييتنا اجعلنا في زيادة قرب إليك، اللهم في كل يوم اجعلنا في زيادة قرب إليك، اللهم في كل لحظة اجعلنا في زيادة قرب إليك. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا ما أعنتنا عليه من الطاعات، واجعله عندك في حرز القبول بكرمك يا أكرم الأكرمين. أعنا على إتقان الفرائض، أعنا على أداء النوافل، أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم إن كان واحد فينا ابتلي بمعصية فأخرج حب المعصية من قلبه. اللهم نجنا من الحرام، باعدنا عن الذنوب، باعد عنا الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعوذ بك أن يضرب على قلوبنا بالمعصية، نعوذ بك أن يضرب على قلوبنا بالغفلة، نعوذ بك أن يضرب على قلوبنا بقسوة القلب. اللهم اجعل قلوبنا ذاكرة، اللهم اجعل قلوبنا منورة، اللهم اجعل قلوبنا مشغولة بذكرك بكرمك يا أكرم الأكرمين. باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلنا من الذنوب والأخطاء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم واعنا جميعا على إتقان الفرائض، اللهم اجعلنا نؤدي الفرائض كما تحب وترضى. اللهم واعنا على أداء النوافل حتى تحبنا ونحبك بكرمك يا أكرم الأكرمين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا رب تجعلنا محبين ومحبوبين، يا رب تجمعنا مع المحبين والمحبوبين، يا رب تقبضنا إليك مع المحبين والمحبوبين، يا رب تنادينا يوم القيامة مع المحبين والمحبوبين، يا رب تحشرنا مع المحبين والمحبوبين، يا رب تنادي علينا مع المحبين والمحبوبين،
يا رب تدخلنا الجنة مع المحبين والمحبوبين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا نحبك حبا شديدا. اللهم املأ قلوبنا في محبتك، اللهم املأ قلوبنا من محبتك، اللهم املأ قلوبنا من محبتك. اللهم وأعنا على الأمر بالمعروف، وأعنا على النهي عن المنكر، واجعلنا أدلاء عليك يا رب. اجعلنا ندل عليك بألحاظنا وألفاظنا وقيامنا وقعودنا وصمتنا وكلامنا ويقظتنا ومنامنا وحركتنا وسكوننا وحياتنا ومماتنا. اللهم اجعلنا ندل عليك مع كل نفس من أنفاسنا، ومع كل خفقة من خفقات قلوبنا. اللهم اجعلنا نعلم الخلق كتابك، ونعلم الخلق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا سببا في جذب قلوب العباد إلى حضرتك، واجعلنا سببا في توبة التائبين، وسببا في هداية المهتدين، وسببا في عودة العائدين إليك بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا رب تجعل لمن نظر إلينا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، يا رب تجعل لمن جالسنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، يا رب تجعل لمن سمع صوتنا نورا يقذف في قلبه يدله عليك، يا رب تجعل لمن خطرنا في باله نورا يقذف في قلبه يدله عليك، يا رب تجعل لمن أحبنا وأحببناه فيك نورا في قلبه يدله عليك. يا كريم يا كريم يا كريم، هذه الأمور لا تنال إلا بفضلك يا رب، نسألك من فضلك العظيم. يا رب هذه الأمور لا تنال إلا بكرمك، ونسألك من كرمك يا أكرم الكرماء. يا رب يا رب اجعلنا خالصين لك، يا رب اجعلنا مخلصين لك، يا رب اجعلنا مخلصين لك. اجعلنا نعيش من أجلك، ونموت من أجلك، ونقول من أجلك، ونصمت من أجلك، ونقوم من أجلك، ونقعد من أجلك. يا رب خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، اشغلنا بك عمن سواك. يا رب كل من حضر هذا المجلس، وكل من غاب عنا من إخواننا وأخواتنا، ومن أحبنا وأحببناه فيك، اللهم اشغلنا بحضرتك. خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، واشغلنا بك عمن سواك، ولا تجعل لغيرك فينا نصيبا. اللهم لا تجعل لغيرك فينا نصيبا، اجعلنا خالصين لحضرتك، مخلصين لحضرتك، مخلصين لحضرتك. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. يا أكرم الكرماء، ويا أرحم الرحماء، ويا ألطف اللطفاء، اقضي لنا حاجاتنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقضي لكل واحد فينا حاجته، اقضي لكل واحد غاب عنا حاجته، اقضي لأخواتنا حوائجهن، اقضي لنا حاجاتنا، اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، أصلح لنا أزواجنا، واهدي لنا أولادنا، ووسع لنا أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الله، ما لنا مولى سواك.